الوصفة اللي معانا دلوقتي وصفة لذيذة جدا للفطار، عبارة عن ممكن ننزلها بس على الشاشة، مكعبات من الجبنة الحلوم وطماطم وفلفل وزيتون أخضر وأسود مفرومين، حبة كمون، عيش تورتيلا كده زي ما انتم شايفين، جايبة الكبير ممكن تجيبوا الصغير، وعندنا كمان صويا صوص. خلاص طيب، هحط معلقة واحدة من زيت الزيتون هنا. خلاص، وادهنها كويس قوي اهي. المقادير مكتوبه عندكم هنا على الشاشه اهو، ماشي. وهحط الجبنه الحلال، وعايزاها تتحمر، ماشي تتحمر. انا غلطت بس وحطيت الميه، الميه هتنشف دلوقتي، عايزاها تتحمر. هنا موجود كده. طيب عقبال ما تتحمر بقى، هحط الفلفل الالوان، جبنه الحلوم لما بتتحمر كده وتتشوح بتبقى حلوه قوي، مع الزيتون، مع الطماطم كده، رشه كمون، زيتون اسود، ومعلقه صغيره من دبس الرمان، ماشي. مش محتاجه بقى ولا ملح ولا حاجه، لان اوريدي الجبنه الحلوم اصلا يعني حادقه. كده عايزاها تتحمر. طيب ابتدي بقى اعمل كده السندوتشات عشان تبقى جاهزة. طبعا احنا ممكن نختار اي نوع جبنة نحطه، بس انا مختارة حاجات النهاردة الدسم بتاعها قليل شوية. نعمل كده سندوتشين كده. اهي ابتدت تتحمر. بصوا بقى لونها. هعمل كده صراحة. عشان بس انجز الوقت وابتدي احط واحده كده، واحط الايه اللي اتحمره. بصوا طعمها بيبقى جميل جدا وهي متحمره صراحه. حط واحده كمان. خلاص انا هعملها كده وهقلبها الناحيه التانيه. عقبال ما الايه الجبنه دي كمان تتحمر شويه. عايزه بس احطها هنا كده.
عشان تبرد سنه صغيره، واقوم ايه اسمها نصين. بصوا بقت عامله ازاي اهي.